أكدت الحكومة الفلسطينية استعدادها للذهاب إلى قطاع غزة وتسلم الوزارات مباشرة بعد حل حماس للجنتها الإدارية التي كانت بمثابة حكومة ظل في القطاع. في الوقت نفسه تباينت ردود الأفعال على المستويات السياسية والأهلية بشأن ذلك، خاصة وأن هناك الكثير من التفاصيل التي بحاجة إلى ترجمة عملية على أرض الواقع. وأما عن الشارع الفلسطيني فانقسم بين متشائم ومتفائل بإمكانية طي الأطراف المختلفة صفحة الانقسام نتيجة تجاربه السابقة. رغم الترحيب الواسع من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني والفصائل الوطنية بقيام حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها منذ عام في غزة بعد تفاهمات مع مصر بهدف البدء بحوارات عملية لإنهاء الانقسام، إلا أن تفاؤلا حذرا تبديه كل المستويات حول سرعة التنفيذ للوصول إلى طي صفحة الانقسام. الآن كيف يمكن الترجمة على أرض الواقع الذي نقوله بأننا لا نتوقع يعني أوضاع سليمة 100%، لا نتوقع أن الأمور تتم بسلاسة عالية، ولكن نتوقع بأنه إرادتنا يجب أن تغلب كل العقبات اللي موجودة على الأرض. تغيير المواقف التي حصلت في غضون أسابيع قليلة من قبل حركة حماس وسرعة التجاوب مع المقترحات المصرية شكلت أرضية جيدة وفق المتابعين للشأن الداخلي من أجل البدء الجدي بتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة أصلا منذ عام 2011 في القاهرة. راوحت موضوع المصالحة في مكانها فترة طويلة من الزمن، وأتوقع أنه هذا كان في خلاف على المصالح وليس موضوع المصالحة بشكل أساسي. أعتقد أنه وصلنا اليوم إحنا لمرحلة فيها مصلحة للطرفين الخصمين، إذا بين قوسين بدي أسميهم، ما بين حركة فتح وحركة حماس، والمصلحة هاي المشتركة هي العنصر الأساسي في موضوع المصالحة. الشارع الفلسطيني الذي لطالما وجه دعوات لطرفي الانقسام انهاء هذه الصفحة وإلى الأبد تباينت ردود أفعاله بين التشاؤم والتفاؤل من تحقيق تلك المصالحة، خاصة وأن التجارب السابقة جعلت الجمهور الفلسطيني لا يثق بقرب إنهاء هذه الحالة وسط التأكيد بأن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. وكل مرة بيطلعوا لنا في موضوعة المصالحة والشعب ما عنده ثقة إنه رايحة تستمر أو رايحة تكون هناك أي مصالحة حقيقية، فقط هي مصالح تربط الطرفين. الشعب الفلسطيني بشكل عام هو بحاجة للمصالحة، بحاجة لتغيير شامل في سياسة الحكومة، بحاجة إلى نمو وتطوير وتعزيز صمود الناس. الكل متمسك في الكراسي، يعني محدش بده يتنازل للثاني، يعني حتى لو انحلت اللجنة الإدارية المصالحة لسه بعيدة. إنجاز المصالحة وتمتين الوحدة الوطنية متطلب ينتظره الكل الفلسطيني بأسرع ما يمكن لتركيز الجهود على بناء الدولة وإنهاء الاحتلال. وسط التباين للمواقف فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الكل يدعو ويؤكد على ضرورة إنجازها وبأسرع وقت ممكن للتنبه للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. حمد الصنوري، CGTN العربية، فلسطين.